صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايز اتكلم النهارده عن موضوع كده. كذا حد من صحابي كان بيكلمني يقول لي يا عم انت خاربها، عشان شاف صوره او شاف فيديو عندي على الانستجرام او ايا كان. فعم انت خاربها ومولعها وصور وفيديوهات وبتاع، وبالذات لما كنت في اسكندريه، كنت مسافر اسكندريه انا واصحابي من قريب. فالموضوع ده كان زياده قوي، ان كله يخش يقول انت خاربها ومولعها وبتاع. فالموضوع يعني انت متخيل ان انت بتحكم على حد بمجرد ان انت شفت صوره او فيديو هو مبين فيه ان هو مبسوط او بيضحك او في مكان مسافر او كده؟ فمعنى كده ان انت شايفه ان هو خاربها ومولعها وكده. ما تعرفش الشخص دوت من جواه في ايه، او هو الظروف اللي كان بيمر بيها قبل ما ياخد الصوره او الفيديو دوت عامله ازاي. مبدئيا هنتكلم عن الموضوع. سفريه اسكندريه، كنت مسافر انا واتنين صحابي، تمام. اول حاجه احنا رحنا بميكروباص، تمام، ما ركبناش قطر ولا اي حاجه، رحنا بميكروباص، ما كانش معانا عربيه. رحنا وصلنا، كنا قاعدين في حته اسمها الكيلو 21. الكيلو 21 ده الناس كلها عارفه الموضوع ده، يعني ان هو قبل اسكندريه بشويه، مش في اسكندريه نفسها يعني، او مش في اسكندريه اللي احنا هو في اسكندريه، بس مش في اسكندريه اللي احنا نعرفها بقى اللي هي فسح والبحر والكلام ده، لا هي في حته قبل اسكندريه بحبه، تمام. المكان ده شبه لسه بيتنشئ اصلا. كنت قاعد في حته اسمها ابو تلات، احنا ما كناش مؤجرين على فكره، هو كانت شقه بتاعت واحد صاحبي. شفتوا فيلم كامب؟ العماره اللي احنا كنا فيها شكلها مرعب اكتر من فيلم كامب اصلا، ده مبدئيا. مش مشكله، رحنا لقينا الشقه، الباب اصلا قعدنا ساعه بنحاول نفتح الباب، الباب ما كانش عايز يفتح اصلا. الباب اتفتح، دخلنا الشقه ما فيهاش اي حاجه، حرفيا ما فيهاش اي حاجه. ما مش هقول لك بقى فيها سرير ولا فيها كنبه ولا ما فيهاش اي حاجه، لدرجه ان ما فيهاش اصلا ميه سخنه ان احنا نستحم، فكنا بنستحمى بميه ساقعه. وكنت واخد معايا بوتاجاز كهربا من هنا من البيت عشان نعمل اكل. المكان اللي احنا كنا فيه، المنطقه اللي احنا فيها اصلا يعني ما فيهاش اللي هي الخدمات اللي اي حد ممكن يحتاجها. كنا عشان نجيب مثلا فطار، اللي هو الفطار العادي فول وطعميه وسندوتشات وكده، كنا بنمشي ساعه الا ربع مشي عشان نروح المطعم نجيب، تمام. كان اقرب حاجه لينا كان ما بيننا وما بينها 10 دقايق او ربع ساعه، كان سوبر ماركت وما فيهوش كل حاجه انت عايزها، تمام. فالموضوع كان يعني اللي هو ايه، متعب قوي بقى. نيجي بقى لحوار المواصلات، عايزين ان احنا رايحين اصلا عشان نتفسح في اسكندريه. طبعا ما كناش بنعرف ننزل ميه قوي، لان احنا يعني الميه اللي قريبه مننا ميه مش حلوه، مش نظيفه، تمام. وانت مش قاعد في المدن، انت قاعد في حته يعني بعيده كده زي ما بقول لكم. فالمهم عايزين بقى نروح مثلا اسكندريه نفسها نتفسح بقى وناكل ونقضي اليوم وكده. فكنا بنعمل ايه؟ بنروح بنركب مواصلات عشان نروح، تمام. المواصلات عباره عن ايه بقى؟ بنركب اتنين توك توك، معايا توك توك نفسي اجيب له موتور، واحد فيهم ب 10 جنيه وواحد ب 20 جنيه، ده عشان نطلع على ال 21 الطريق بره، تمام؟ عشان نركب حاجه رايحه اسكندريه نفسها اللي هي مكان الفسح وكده. فبنصرف لنا 30 40 جنيه رايح و30 40 جنيه راجع. فكرة ان احنا بنصرف فلوس 30 40 جنيه هي فكرة بهدلة. مش عايز اقول لكم بقى ان احنا اصلا كنا في الفترة اللي احنا فيها هناك، اصلا في فترة في اللي هي في اواخر الشتاء وما بين الصيف والشتاء، فانت طبعا بالليل الجو تلج والصبح الجو تلج برضه. فكنا بننام على البلاط، بنتغطى بملاية مش ببطانية، سقعانين، بنبقى لابسين كل واحد جاكيتين غير التيشيرتات اللي تحتيه برضه سقعانين. الموضوع كان رخم يا جدعان، وكان صعب، وكان انتوا متخيلين الجو كان تلج، نام على الارض، نصحى جسمنا مكسر. انا واحد من الناس كان جنبي كان تعبني جدا،
بسبب النوم على الارض، لان انا مش متعود على النوم على الارض، وكنا كل عندنا 5 ايام بننام على الارض، فالموضوع كان صعب قوي. ما كناش بناكل تقريبا غير مرتين او 3 مرات بس، اللي هي حاجات خفيفه برضو، مش اللي هو اكل اللي هو المفروض الواحد البني ادم الطبيعي بياكله يعني. نيجي بقى للايام اللي احنا رحنا فيها اسكندريه نفسها، انا بسميها اسكندريه، اسكندريه الحته اللي انا فيها كنت فيها دي ما بسميهاش اسكندريه، ومش مقتنع ان هي من اسكندريه اصلا. جينا بقى نروح اسكندريه نفسها، مش هقول لكم ان انا ما كنتش مبسوط، لا كنت مبسوط، وبالعكس انت واحد شايف بهدله. احنا رحنا اسكندريه دي يومين، فانت شايف بهدله 3 ايام، ففي يومين فصلت فيهم، شفت بقى الراحه شويه، مش راحه قوي، لاننا كنا بنروح في يوم وبنرجع في نفس اليوم، ما بنقعدش هناك، لاننا مش اكيد مش هنقعد ال 24 ساعه هناك في الشارع، فكنا بنروح نتفسح ونخرج وبراحتنا، بعد كده نرجع على الشقه بالليل خالص. نروح اسكندريه، كنا بنتبسط، كنا بنتصور، كنا بناكل بنشرب. هعرض لكم دلوقتي فيديوهات، يعني مثلا اكلنا من جيلاتي عزه، اكلنا من كبده الفلاح، في فيديوهات هعرضها لكم دلوقتي مع صور وحاجات كده. الايام فعلا اللي احنا كنا فيها في اسكندريه نفسها والشوتات اللي انا خدتها، فمعنى كده اتبسطت، بس مش معنى كده ان انا في يومين او يوم اتبسطت فيه فمعنى كده ان انا خاربها زي ما انتوا بتقولوا او زي ما الناس بتقول ومولعها بقى وبتاع، فهي الموضوع مش كده. انا بحكي لكم حاجات حصلت ورا في الكواليس اللي هو ما حدش كان شايفها اصلا في الفيديوهات اللي انا بصورها او في الصور. نيجي بقى للخوازير اللي طلعت لنا عندكم، ان احنا مثلا رحنا قبلها بيوم، رحنا في اليوم الرابع حجزنا القطر، كنا عايزين نجرب القطر ان احنا نرجع بالقطر، فحجزنا القطر اللي هو الروسي، كانت التذكره بتاعته ب 35 جنيه مكيف، ويبقى ليك كرسي برقم كده بتقعد عليه وبتسافر. رحنا حجزنا قبلها بيوم قطر الساعه 2:30، ننزل من البيت اللي احنا من الشقه اللي احنا كنا فيها يوم السفر الساعه 9 الصبح، فانت كده قدامك وقت كبير جدا ولسه بدري عشان تروح تركب القطر. نزلنا معانا كل واحد فينا كان معاه مثلا بتاع 5 6 شنط حاجه زي كده، لان احنا كنا واخدين مستلزماتنا كلها معانا واحنا طالعين اصلا، فمعانا 5 6 شنط واقفين في موقف، المفروض الموقف ده هناخد منه ميكروباص يودينا عند المحطه بتاعت القطر، تمام؟ فواقفين، احنا واقفين وفي ميكروباصات بتيجي، اللي يعرف يركب يركب، الناس بتاكل بعضها يعني، الناس بتنط من الشبابيك عشان تركب الميكروباص ده، وناس عدد مهور، ناس كتير قوي. فضلنا واقفين لحد الساعه 12 او 12 ونص مش عارفين نركب. بالصدفه بنتكلم مع شباب واقفين، قال لك ده في اتوبيس مكيف بيروح اسكندريه بس هو بطيء شويه، بياخد له مثلا بتاع ساعه ساعه الا ربع، هيوديكوا ايه قريب من المحطه، يعني هينزلكوا في حته اسمها محطه الرمل. هتمشي من محطه الرمل ده شارع طويل 10 دقايق او ربع ساعه عشان توصل لمحطه ايه، محطه القطر اللي هي السكه الحديد. عشان نوصل اصلا للاتوبيس دوت احنا مشينا كتير فشخ، مشينا بتاع ساعه، لقينا الاتوبيس ركبناه، نزلنا رحنا ركبنا الاتوبيس. طبعا الاتوبيس ده بيمشي بيقف كل شويه عشان بينزل ناس، مش زي الميكروباص اللي هو بيبقى الميكروباص رايح المكان ده والناس كلها تنزل في المكان ده، لا كل شويه بيمشي بينزل ناس في الطريق. ركبنا الاتوبيس شايلين الشنط على رجلينا، لان في ناس عايز تقعد، في ناس كبيره عايز تقعد، انا كنت هاخد كرسيين وصاحبي هياخد كرسيين، بس كان في ناس عايز تقعد كبيره وكده، فقعدناهم وخدنا كل واحد كرسي وبتاع. المهم فركبنا الاتوبيس رحنا وصلنا محطه الرمل، كانت الساعه 2:10، يعني 10 دقايق والقطر اللي احنا بتاعنا هيمشي. كان في زعيق بيحصل ما بيني انا وصاحبي، بنزعق في بعض عشان نمد عشان نجري، هو يقول لي لا هيفوتنا، اقول له لا هنلحقه. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا دخلنا المحطه لقينا القطر شايفينه، يعني ما بيننا وما بينه مثلا نقول 200 متر، بس هو كان مشي خلاص واحنا لسه داخلين المحطة. نعمل ايه؟ مفيش حاجة تتعمل، ما قدمناش غير القطر القشاش اللي هو القطر الشعبي اللي هو أرخص حاجة، التذكرة بتاعته ب 10 جنيه، واقف قدامنا على الرصيف وهيتحرك كمان 5 دقايق، شايفين الأنقح إن هو هيتحرك كمان 5 دقايق، وهنعمل ايه؟ ومعناش فلوس، احنا معناش غير 29 جنيه احنا الاتنين، كنا حاطين الفلوس على بعضها معانا 29 جنيه الباقيين من فلوسنا كلها. جري قمت قالع الشنط اللي كنت لابسها رميتها على الأرض، سبت صاحبي واقف جنبها، قمت جاري على الشباك بره، خدت تذكرتين القشاش ده، كانت التذكرة زي ما قلنا ب 10 جنيه، يعني التذكرتين ب 20، روحت جاري القطر خلاص بدا اللي هو بيصفر وبيتحرك على ما احنا واحنا كنا يعني احنا بننط في القطر وهو بيتحرك. ركبنا القطر، هنزل لكم برده فيديو دلوقتي هتشوفوا المنظر، الناس بتنام في المكان اللي بيحط فيه الشنط فوق، واقفين طبعا مده كبيره جدا، قعدنا بتاع 3 ساعات واقفين ما قعدناش لحد ما حد قام وقعدنا. الموضوع متعب جدا، كان بيترمي علينا بدون ذكر اسم البلد، بس كان في بلد عدينا فيها كان بيتحدف زلط على القطر لدرجه الازاز اتكسر بتاع القطر، الازاز اللي هو الجانبي، ما كناش واكلين
داخلين عايزين ناكل حاجه، كان متبقي معانا 9 جنيه، جبنا ازازه ميه ب5 جنيه وقرصتين ب4 جنيه بس. وجينا وصلنا القاهره ساعتها بقى، اهو هوريد لكم برده فيديو لما اول ما نزلت، معناش فلوس، مش عارفين نروح ازاي، مش عارفين نعمل اي حاجه، تليفوناتنا كانت خلاص هتفصل، انا تليفوني تقريبا فصل وصاحبي كان تليفونه 4% حاجه زي كده. طلبنا اوبر وجالنا معناش فلوس، ركبنا اوبر ورحنا البيت، حسبته من عند البيت وبتاع، وكان كان موضوع متعب جدا يعني. بس انا دي القصه كلها اللي حبيت احكيها لكم عشان ابين لكم او اقول لكم ما تحكموش على حد بمجرد صوره انت شايفينه بيضحك فيها او خارج فيها او مسافر فيها او ايا كان بيعمل ايه، او فيديو او ستوري او اي حاجه او اي كلام او اغنيه هو مبسوط فيها منزلها فبتحكموا عليه ان هو كده خاربها ومولعها. فبلاش نحكم على بعض، يا رب ما اكونش طولت عليكم والفيديو ما يكونش تقيل على قلبكم كده، ويا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك، وانا قلت اشتراك اللي هو سبسكرايب يعني. بس واستنوني في الفلوجات الجايه، وده كان اول فلوج ليا، واسيبكم بقى مع الشتات اللي جايه.